كان دائما الاخبار انه في زول اخذ جائزه بتاعت افضل طالب ام بي اي في العالم السنه اللي فاتت. سمعتوا الخبر ده؟ ما سمعتوا كده؟ لكن هو طبيب بيطري عمل الماجستير البكالوريوس والماجستير بتاعه في جامعه الخرطوم في الطب البيطري بعد كده لا البكالوريوس في جامعه الخرطوم والماجستير برضه جامعه الخرطوم بعدين جامعه الخرطوم ام بي اي في زيورخ ولا في الجزر وبعدين في الجمعيه بتاعت الام بي اي العالميه اختارت الريسيرش بتاعه انه افضل ريسيرش لطالب بتاع ام بي اي في العالم. حسام عنده طبعا زي ما بيقولوا في الليبر بتاع مارك المقصود بتاعه الموضوع بتاعه how to increase our chance of publishing by selecting favorable research ideas. لكن كان في تكنيكس معينه انا
يعني للإقصائيين الناس والمعاستيك فالبيبرز انت لما تقراها في topics يمكن انا من اكثر الحاجات التعليمية في البيبرز الريفرنس اللي تقراها في البيبرز لانه مرة والريسيرش عن topic معين لما ترجع في الورقة اللي بعد كده تلقى الريفرنسز ممكن تلقى حتى بالظبط اللي انت كنت بتفتش فيها وجيت ماشي في الورقة الأساسية اللي انت لقيتها لكن تلقى الريفرنسز حتى بالظبط اللي بتفتش عنها فالريفرنسز في آخر البيبر وفي آخر السيسس كذلك ممكن تلقى حاجة مهمة. انت قلت يا زول حسبت في الميدالية اللي انت قاعد تمشي فيها معلش عن اللغة بتاعتي ما تجي في القصة بتاعت فلما تلقى شوية كده في المجال اللي انت قاعد تمشي فيه تلقى انه في زي ترندز موضوعات كده ماشية في الفيلم اللي انت قاعد تمشي فيه سواء كانت في كل كلمة يعني في سوشيال ساينس وكذا فبتلقى في ترند حصل في دابا هي الترند دي في سوشيال تجوز عايزة تجوز الترند حصل كيف تريد الباس أو تستعمل البروجكت which might seem the hardest part باس لكن أنا كزول كسلان بالنسبة لي كان أسهل لما أنا أمشي استعمل موشن لأنه أنت لما تمشي في كل حاجة الناس في أكشن إذا مور ديتيلز يعني أنت في تفاصيل أكثر أنت لازم تراعيها عشان أنت تمشي في شارع الناس دي عشان ما أنت مشي في حتة البداية في حتة البداية ما تزعل منها فأحسن إنك تشوف لك يا أخي شارع غير أنا ماشي فوق الناس وتمشي مرة في السكن عشان الناس اللي تمشي بعديك الناس اللي تمشي بعديك هم اللي باعوا الحاجات اللي أنت Again, you can go with this way, you can go with this way, both ways, or you don't. الحاجة المهمة أن أنا عايز أعمل إيه يمكن تروح لما قال أنا قال بتاع بيزنس ما يعني عندي مش لكن بفهم بيزنس ففي البيزنس عندنا حاجة اسمها unique selling proposition هي ميزة بعد اللي تكون مختلفة من بعض الناس الثانية لو جينا نطبق المبدأ على المشكلة أو المواضيع كيف أنت تختار موضوع يكون صريح تقديم للناس عشان تشوف يكون حاجة أوف إنترست النقطة الأولى دي مهمة يا إخوان دي من سلامي إذا كنت بزيشن تقولي موضوع ده طيب فأنت لما تكون سوداني يعني أنا الحاجة دي أفضلية منطولة بس وحاجة تفكير التجربة الأولى لما جينا عملت الـ MSC research أكيد في البيطرة ما تشعرك اليوم بيلاقي فيها مشاكل في بعض الأعراض وقلنا ما تطبع على مشاكل الشديد فحاول يوم تلقى بعض بعض الـ research اللي عملها وقع فلقينا إنه في scarcity في الـ research إذا ما نشوفها في المنطقة اللي بالذات في الأمراض specifically كانت في المنطقة اللي أنا شغال فيها شيء ناس الجامعة وكلام يقال في الموضوع على الفلاني الفلاني وهذا رقم في السيرش شيء ده اللي بيطلع شيء مع السفاري وبيطلع حاجة صحيح كده وبعدين ما بعرف مش عارف شيء فوجدني من الحاجات اللي انا قاعد فيها وانا كنت عملتها فلاحظت ليه يا اخي الحته اللي ما فيها ريسيرش طيب انا عشان اعمل ريسيرش ده حكوا شويه تكنيكس اشتغلوا بيها الناس بتاعتي بس الموضوع ده برضه يكون شويه مختلف فبرضو شيء ثاني من الناحية لازم تشتغل تعرف كيف ليش اسمه participatory community يعني هو حاجة كانت جديدة لو كنت تعرف تحس إنه ناس بتقول عن شغل تعرف فبرضو تحس خلاص كان تعرف عن participatory فلقيت إنه في زي ثلاثة أفكار كده بروفيسورز ليش كان ثلاثة بروفيسورز كده هم اللي عملوا الناس عملوا التكنيكس غيروا الناس فكنت أستنتجني إلى أنا أخوان اللي قاعد في بيروت في محل الفلان والحاجة هو في المرض الفلان يعني ما أقدر أشتغل فردوا عليه اثنين من الثلاثة وخشوا معي في خطوة ف I asked one of them اللي هو الواحد اللي كنت فعلا مدرسة في الميحة كنت قلت له يعني تخش معانا كورس سوبرفايزنج عشان أودي الدكتور فأنا
كيف
تقريبا 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 يكون اتاكد بالنسبه لي كل اللي اشتغلوا معاك. فدايما بتلاقيهم يونيك بروبوزيشن بعدين بتفتح على الحاجه المهمه هي يعني معناتها عشري to identify the most suitable job journals and magazines in which that touch of care. يعني مثلا ما تشرح كده تقول لك هو يعني تربية مش عارف 12 في مجال بتاع الفارما ولا في مجال الاحياء البشري لكن الحاجة دي زي ما قلت لكم هي اتس جراديوال بحيث لما تشوف طالب واحد من الاخوات اللي قاعدين كده ده هو ما نشر الميديا دي في مصر في سي بي لكن هو برضه بيفضل ذا سيم بروسيس هو شاف زول بينشر كتير بعدين بيشوف ماشي تعاون معاه نشر مع بعض اول مره نشر مع بعض ثاني مره بعد شويه انت ساعات بتبقى زول معروف عندك خبره في النشر بتنشر و ماشي لسه لان when you study enough you will know and grades بتاعت المجال ده اللي انت ممكن تنشر فيه في grades Gracias.
The same applies to every other concept in the island. It too, you have to lobby to get your research published. How do you lobby? It ends an international partner, like the Mustang, the Zoy, the Zaz, the Zoy, the Sham, the Shaki. They took the two of them. The right, the Sham, 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 you don't have to go to the same doors that they were closed in this space. Find the doors that we open. Ask for this help. Sure, you go and take his help. Be here, sit in back with him. That's true, I know this for a fact. But the truth, the international partner hacker. And supervisor hacker, we have that national hacker. He knows someone, probably, who knows someone, who knows as though a national register is that. Because of in communication science, you let in the inter. Then I came again and did. You can put on any zone in the so your network. What is the name of your network? Your inter, where I think I hit the you can reach. You follow your network. As a zone, fine. Once I leave zone, you hit the time, you share it, contact the right people who are use your network of contact. They are looking at international partners. I want to close by another setup. Three messages. Alaykum Salaam. Have any questions? Giving a unique proposition. Let's do it this way.
سامحه هو سينيور بروجكت مانجر في شركه ثانيه. فما مصادفه انه شركه ثانيه تكون شركه فعلا في رياده يعني.